السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، ويدخل عليكم بالصحه والعافيه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله بحول الله غنديروا واحد الكيك اللي كيجي مهوي وكيجي غزال، بواحد الكريمه ديال الحامض صراحه اللي كتجي رائعه لذيذه. وممكن هاد الكريمه البنات تعتمدوها كتحليه. ودابا ندوزو على بركة الله نشوفو المقادير. وكنحتاجو في مقادير هاد الكيكة البنات واحد دانون فاني، وكاس سكر سنيدة، كاس ديال الزيت، هنا عندي ثلاثة ديال البيضات، وهنا عندي جوج بياض ديال البيض مع قبصة ديال الملح اللي الصفار ديالهم غندير بهم الكريمة. وهنا عندي قشور ديال الحامض محكوكة، وهنا عندي ساشية ديال الفاني، جوج خمارات، جوج ساشي ديال الكاكاو، وهنا البنات عندي واحد كاس أونس ديال الدقيق، كاس أونس ديال الدقيق. دابا نبداو على بركة الله. غناخد الخلاط الكهربائي غندير فيه كاع المكونات ديالي إلا الدقيق. ندير البيض، زائد بياض البيض مع قبصة ديال الملح، كاس ديال الزيت، وسنيدة، دانون فاني، قشور ديال البرتقال، عفوا قشور ديال الحامض، وغندير ساشية ديال الفاني. كتجي ساهلة البنات، بالأخص في الخلاط، وكتجي لذيذة بهاد الكريمة اللي غادي نديرو. ونضيف حتى الكاكاو، اللي ما عندوش هذا الكاكاو ديال الساشيات ممكن يدير الكاكاو المر، ولكن هذا كيعطيها مذاق لذيذ. صافي، غادي نخلط كل شيء مزيان في الخلاط ديالي، ومن بعد ندوزو باش نضيفو الدقيق والخمارات. وها هو الخليط ديالي البنات بعد ما وجد، يصبح على هذا الشكل. غنخويه في هذا الاناء، وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، وما ننساش البنات الخمارات. وفي هذا الاثناء راه درت الفران كيسخن على درجه حراره 150 درجه، تقريبا 25 دقيقه حتى 30 دقيقه.
شوف البنات راه كتجي خفيفه باش كتجي من كطيب كتجينا مهويه. هنا البنات غنفرغ الخليط ديالي في الماء اللي دهنته بالزبده وشويه ديال الدقيق. صافي الاثناء غادي ندخلها للفرن ومن بعد غندوزو البنات غنصايبو الكريمه ديالنا د الحامض اللي كنحتاجو ليها، جوج ديال الصفار ديال البيض اللي خلينا، وكاس ديال الحامض، كاس ديال الحليب، واحد ساشي ديال الفاني، وواحد 3 د المعالق ديال الكريم باتيسير. ممكن ديروا النشا، ولكن البنات الا درتو النشا ما غيعطيهاش هذاك اللون الفاتح اللي بغينا مع الحامض. هنا عندي 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غنبداو دابا على بركه الله. هانتوما البنات ناخذ صفار البيض نضيف معاه سكر سنيده الكريمه ديالنا الفاني ونضيف الحامض نحرك بعدا مزيان هذا الشيء صافي. غندوز نوضعات شي فوق كيعقد ليا، عاد نبدا نضيف الحليب باش ما يكللش، الا ضفتو من الاول غادي يبدا يكلل لينا البنات. هانتوما البنات ها هو الخليط ديالي بدا تيعقد، غادي نضيف ليه الحليب ونحرك. هادشي البنات علاش قلت لكم نخليو الحليب حتى الاخر، حيت كون درناه في الاول البنات غادي يكلل لينا. نحاولوا نحركو بشويه، ديروا شي كاسرونه شويه كبيره، انا درت هذه جاتني شويه صغيره. الكريمة ديالنا واجدة، صافي دابا غادي ندوزو للتزيين. وهذه هي الكيك ديالنا البنات، شوفوا كي جات مهوية وجات تبارك الله طالعة. دابا غادي ندوز غادي ندهن لي هاد الجنيبات بشوية ديال الناباج أولا الكونفيتير أولا اللي عندكم. راه ما سخنتش الناباج، بغيتو تسخنوه ماشي مشكل. مزيان تيبقى على حسب الذوق اللي عندكم، ديروا اللوز افيلي كاوكاو افيلي الكوك.
صافي انا نزين هنا بشويه ديال اللوز افيلي هذا الشكل البنات. وغنخوي الكريمه ديالي. شوفوا البنات كي جات كريمي غزاله. هنا عاوتاني غنزين ندير واحد الدائره وغادي نزين بشرائح ديال الحامض باش تعرف لينا الكيك ديالنا راه بالحامض. كما قلت لكم التزيين تيبقى على حسب اختيار. وكان هذا هو الكيك ديالنا البنات. كيجي رائع كيجي غزال. كنتمنى البنات لعجبكم لا فيديو. ما تنساوش تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس وما تنساوناش البنات باللايك لايك. وكنتمنى لكم نهار يكون حافل ان شاء الله بالافراح والمسرات يا رب.